السلام، انا مطلع طول بركه. ازيك شباب؟ عاملين وحشتوني جدا. النهارده فيديو جديد. قبل ما نبدا المقطع بتاع النهارده، نسيت اسيب لكم مشترك كامل يا جماعه. ان شاء الله وصلنا 40 مشترك. عايزين نوصل قناه جي 3 مصطفى 40 مشترك برضو ونفرح. يلا بينا على السريع يا جماعه. انتوا بس تقول لك اشتركوا في القناه وصلنا سلام. شكرا لله. يا جماعه انا محترف جيراني. ليتس جو. انا عارف الانترو فسكيب سكيب سكيب سكيب. انا لعبتها قبل كده تقريبا، صورتها تقريبا بس اختمها في فيديو واحد. ان شاء الله انا اختمها في فيديو واحد وفي جزء واحد. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. حماده اوقف. حماده روح يا حماده، روح يا معلم، روح 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 روح، خش هجيبك. انجز يا معلم. ان شاء الله جراني ما تكونش صعبه قوي. ايه لا مفيش. حلو، هفتح الباب ده. افتح افتح افتح. يلا يا ابني انجز. جميل، اطلع اجري شوف هنا في ايه. مفيش هنا في ام الحاج. اه حلو، افتح بس الباب ده كده عشان اهرب من جيراني لو جاتلي. انا في، يلا على السريع سبيد رن في الباب. اخرج افتح الباب ده عشان لو جت يفتح. انا عارف فرق ايه، بعمل بسرعه، بعمل سبيد رن. افتح عمل جميل، افتح لي دول. افتح افتح مفيش. افتح اللي بعده، روح يا كبير. مفيش. افتح اللي بعده على طول. الله حلو قوي. انا احطه هنا هطلع بيه. جميل، هرميه وانزله انزل تاني عشان الجد بس، واطلع على طول على الغراب. ايوه امشي. جميل خالص. عايزين نطلع بس على السريع نشوف ايه فوق. انا كده كده هنزله اساسا تاني عند المطبخ. انا طالع عشان جيراني ما تسمعنيش. هنا مفيش حاجه دايما، مفيش غير بيت سلندرينا. ننزل بقى على السريع. هنا في تيدي تقريبا. عيب عليك، حج جدا. ولا دي صوت الخشب، والله ما اعرف. انا خضيت قمت نازل بسرعه. انا لقيت فين الكبريت؟ لقيته فين؟ انا لقيت الكبريت هنا صح؟ اه لقيت الكبريت هنا. حلو قوي. ليه 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 شافتني ليه؟ طيب استخبى 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 هنا، استخبى يا كبير. جميل قوي. احنا هنستخبى دلوقتي يا جماعه. انا شفت البنكيه هطلع اديها فنفخها. طيب يا جماعه مش بس حطوا لك اشترك في القناه وصلنا للنبي عليه الصلاه والسلام. شكرا لله الا الله. اشترك في قناه جي 3 مصطفى، هنزل عليها محتوى جميل قوي. نزلت هنزل عليها كلمات كراش. الصراحه شوفوا المقطع، فيديو غبي. هو لسه ما نزلش الصراحه، انا نزل ده الاول على قناتي. انتوا كمان مش بس حطوا لك اشترك في القناه وصلنا للنبي عليه الصلاه والسلام. شكرا لله الا الله. اهم حاجه الله جدا مشيت. اه الحمد لله. وبنك اهو. يلا بينا نطلع على السريع. ارمي. انا عايز انزل تاني، عايز انزل تاني اخد الوبن كيب المرة اروح اقتلها على طول. انا اللي خدتها معايا، هي وقعت. طب ماشي، انا هرمي حاجة حاجة. هات ده، روح يا كبير. اللي بعده تعالى، روح يا كبير. ننزل زي الشطار، نروح على الوبنكي. نروح بس نفتحه وندي جيراني حتة قفا ما تعلم بيه الا ربنا. طب يا جماعة احنا نازلين بالاسانسير بتاعنا الفاخر، الفاخر جدا. مش بس احطر لك وتر القناة. نجمع حجارة الاول ده المفروض، يعني المفروض ان انا اعتقد الخشبه ورا دي تقريبا. انا ما قطعتش ولا حاجه من الفيديو تقريبا. شكرا.
يا عكس اللي انت فيها يا حازم، روح يا كبير. يلا بينا، فين جيراني؟ ما اعرفش. يلا يا كبير، هات 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 هات، افتح. مفيش. ليش يا رب؟ ليش ليش يا رب؟ ليش؟ يلا بينا يلا بينا، روح 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 روح، خش هجيبك. في الباب ورايا. اقفل يا عم الحاج، هات الاوبن كي واقفل ده، عشان ايه ما اتضايقش وانا ماشي، عشان ممكن اجي استخبي هنا. فاقفل اقفل اقفل حلو ده، برضه ممكن اتعثر منه، اتعثر في الساحل. لازم تطلع لسانك لسانك، عشان دي بجد هتفيدك، بجد نصيحة من نصيحة من اخوك، نصيحة من اخوك الغلبان. ايه ده ايه ده؟ بدلوكي جميل خالص. احنا نعمل البيانو. روح يا كبير، هي فين فين الحاجة القرعة دي؟ تعال يا قرعة، تعال يا قرعة، تعال يا قرعة، تعال يا جزمة. ليه ما ماتتش؟ خد يا قرعة. يلا بينا نلحق نعمل اي حاجة بقى، هات البدلوكين نروح نفتحه على طول على طول على طول على طول. وصلت عند البدلوكي، افتح على طول، ننزل نشوف ايه تحت. يلا بينا. هنا طبعا في ايه؟ الصراحه ما اعرفش، ممكن نلاقي الفيوز او الخشبه، ما المفروض يعني ان شاء الله الخشب. عيب عليك عيب عليك، والله ما شفت حاجه، وحياه ربنا. يلا بينا، واعتقد اللي تدي هينزل لنا ايه؟ طيب ايه؟ السفكي تقريبا تقريبا. نطلع على طول بس نشوف ايه فوق. هنا السلاح اهو تقريبا، الجد صاحب مش عارف، بس نقفل الباب ورانا عشان ايه ما نضمنش. عاج جراني دي خلبوس، ممكن تجيلنا من اي مكان. شيت، ما لقيتش حاجه، بس انا عايز اهرب بطريقه اللي طبيعيه يعني. ارمي يا عم، احنا مش هنهرب بالطريقه دي، نقل ولا ايه؟ صح، بعمل دي على طول واطلع للغروب. خد يا كبير يا كبير يا كبير، مش وقتك يا كبير. الغراب الغراب هيمشي يا كبير، روح يا كبير، ارمي يا كبير، افتح يا كبير بسرعة. يا صح، انا قفلته فتحته، ولا الجدة هي اللي فتحته تقريبا؟ الجدة. روح يا كبير بسرعة 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 بسرعة، ولما الغراب يرجع. الله، اشتكي جميل. ندخل على طول، برد الصراحة ملوش اي 30 لازمة. صراحة يلا بينا، شتكي نروح نفتحها حالا حالا بالا. تيجي نجمع طوب؟ هنجمع هنجمع. يلا بسم الله، افتح يا كبير. حلو دي، هنيجي نحطها اول ما ناخد الكوين. يلا بينا يلا بينا، بسرعة 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 بسرعة. هات كبير كله، نزل قفل التلاتة. الفتحة ولا البيت ده مرتين، والله ما لقيت حاجة. هات لاخد السلاح بتاعي يابا، اظبط الكلام. ليه ليش يا رب؟ ليش ليش يا رب؟ ليش ليه؟ طيب ليه؟ طيب اجراني بقى، بطل يا عجوز يا قرعة. اعتقد لازم هيكون معايا ايام اول ما امسك البندولة. بندولة مين؟ معلش يا جماعه، بندولة برد برد، جاي بعافية، برد جاي بعافية قوي. حاجة عبيطة جبت من فوق. دي 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 دي
تعال يا قرع، تعال يا قرع، انجزي يا قرع، مش فاضيك الوقت اليوم كله انا، تعال يا جاموسة، موتي يلوي، ما تخض ما ماتتش كله جدو. انزل هسحبه تحت، بس مش مهم يعني خضرناها. انا عايز دلوقتي اجمع 3 ستونات على السريع، هي واحده هلف لفه في البيت وارجع. بص انا يا جماعه الصراحه لفيت حوالين البيت ما لقيتش غير الاتنين دول، فانا مش مهم هطلع اديها. تعال يا قرع موتي، موتي يا جاموس. صح، ما تيجي ننزل نفتح اللي من تحت، يلا بينا على السريع. يلا يابا على مسا، جري 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 جيرو، يلا يا كبير خش هجيبك، يلا يا كبير روح ادخل ادخل يا كبير ادخل ادخل. افتح يا معلم، فيوز كروبار، خليني افتح بالكروبار عايز اشوف ايه في ايه هنا. انا اعتبر كده هربت، هربت خلاص. انا هطلع اركب ده في الشيت كي، ومعايا الفيوز ومعايا العجل، خلاص لا لا خلاص انا ههرب كده، ههرب من الباب وخلاص، هخلص نفسي نفسي، ايوه هخلص نفسي. ايه ده حجارة، تعالى يا حاج ممكن احتاجك. اوكي أيوة والله لا هارب من بالنبلة، والله ما هسيبها لك. يلا على الفيوز على طول، هجيب الفيوز بسرعة واطلع اركبه فوق تاني، يا رب ما تشوفني. ان شاء الله مش هتشوفني يعني، دي عاملة بس بتسمع كويس جدا جدا جدا. معلومة بسيطة يعني كله عارفها، بس ساعدها لجيراني ما بتشوفش، بس حاسة السمع عندها قوية جدا. هقول لكم حاجة في العلوم اللي خدناها، عيب عليكم يا جماعة، ان الوسادة الهوائية، اقول لكم حاجة مش عارف اقول لكم ولا مرة، ان الوسادة الهوائية والحزام الامان من ادوات الامان في السيارة المتحركة. شفتوا بقى انا يا جماعه انا محترف ازاي؟ افتح، والله انا عيل مظبوط. ادخل اركب البتاعه دي، كسبت جي جي، اسهل مكسب في العالم، ولا قط كتير ولا وقت كتير. يلا يا كبير يلا بينا، عايز اهرب بالشتكي الصراحه، والله لا اهرب بيه، هقدمه للبوليس. تتبع الاثار، اثار من البصمات. نفسي نفسي، ايوه هدلع نفسي، انا ممكن ادلع نفسي نفسي، ممكن ادلع نفسي نفسي نفسي، ممكن ادلع نفسي. البلع يا جراني، بلع يا سكينه. طيب يا جماعة ده كان، استنوا اسمع، عايز اسمع ذا اند، عايز اسمعكوا صوت مزيكا، مزيكا يا جماعة، استنى عايز اسمع لكم صوت المزيكا. سمعنا يا ابني، ايه ده يا رب. تشبه دي كان في النهارده، اتمنى يكون عجبكم المسلسل، بس هلا كي مشترك يا ميلي، السلام عليكم.